بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عاشر كان واكي وقلت بني سديدات كمذا من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، وعين كسو جري فضلك كجرى صفك hagaajintiisiyo buuxintiisiyo dhameystirkiisa iyo isku dhawaashaha safka gudiisa la isku dhawaado iyo fadliga uu leeyahay safka hore. وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم ليمن كنا توسيا او سما فان تسويه الصف صفك ولا توسيا ولا سما وان لقلق اللوعنين من تمام الصلاه صلاه دم استركيدو كميد يحي متفق عليه. وفي روايه للبخاري روايه البخاري لها وحا كيمت فان تسويه الصفوف صففك يلينك او لا توسيو او لا سمو من اقامه الصلاه صلاه اللؤغ كميد يحي. واقيموا الصلاه فان تابوا واقاموا الصلاه meela badan ba quraanka lagu soo celceliyay salaada in la oogo salaada oogideedii iyo gudideedii hagaajinteeda waxaa kamida safkeeda oo la toosiyo la buuxsho oo aan la qalloocinin. marka adillada taageeraysa way safka la simo la hagaaji inuu waajib yahay. fa inna taswiyata as-sufufi min iqamati as-salaah salaada oogideedu waa waajib. nabiga wuxuu yiri safka la toosiyo wuxuu kamid yahay oo ka tirsan yahay salaada oogideeda. meesha hore min tamaami salaah salaada dhammaystirkeeda tamaamkaas laguma fasiri karo. erey cilmigii dambe istilaaxiga ay ah tamaamku waa shayga aan waajibka ahayn ee asalkii dhammaystiraya, maxaa yeelay waa mustalax dambe oon lagu fasiri karin nusuusta sharciga ah. wa canhu can anas bni maalikin qaal uqiimat asalaatu salaadii baa loo aqimay fa aqbala calayna rasuulullah rasuulka ilaahay baa nala soo qaabil oo nagula soo jeestay biwajhihi wajhiisi barakaysna faqaala wuxuuna yidhi aqiimuu sufuufakum laymankiina toosiya oo hagaajiya wataraasu iskuna dhowaada oo lugaha iyo gumadaha iyo adimada isku aadiya garbaha iyo luqunta toosiya oo labada ruuxi ha isku xigeen oo ha isku dhageen iyaysan kala fogaanin. فإني أراكم وحان إذن كتشي ذا من وراء ظهري دبر كيغا قداش سايدن كاركا هيا أنا أسيج يدا وقبل ذا أسيج يدا أي أن دبر كيغا قداد كي حقا ضنب إذن كتشي ذا نبي هو أسيج يدا إذا ما أركا إس أورانينا محايا إلي مركا هو معجز من معجزاتي عليه الصلاة والسلام وحاول لسكوها يا كلية مركو النبو صلاة وي استاغو ميو أفرن دو ديالين شيري أو هوري إيو حقا ضنب وحكا أركي شيري مسيه حتى مركو برنامج سعود وا اسكو مد بو اها وحا لو بدن يحي مركو نبي صلاه و استاغو ايا الهي باب كاس افرهايي سي صلاه لو توسيو روحي خلدن لو صحو. رواه البخاري بلفظه بخاري بلفظ قاد اينو شيغنا كو وري ومسلم نبي معناه مسلمنا لفظ كان موري لكن معناها حديث كو وريا. في روايه البخاري وحا فاني اراكم خلف ظهري مش وراء خلف ظهري وبخاري كو تيمد وا اسكو مد. وفي رواية للبخاري رواية البخاري لا يهي وإسل حديث كأنا سوحا كيمت وكان أحدنا متك يوحوها يلزق كيدتشية منكبه قرب كيسو كودتشين كودتشين بمنكب صاحبه روح صاحب كيسي كحيقا قرب كيسة يعني سي أسم هيان صفكة اسكو كودوان هيان تراسو دي بي صحابه يفولين هيان كودقميا متك نمرك صفكة قالوا ككلك قرب كيسو قرب كيسو كو آدين جرو كو بيغي جكو ما دكش جيري وقدمه أدين كيسو لكتي سنة بقدمه صاحب كو لكتي سو كو دكين جيري يعني لغة هو إن لسكو دكيو أو لسكو دوادو قربها الله سيسارو إقدر قوي هاي عدين ماشا متالو. وعن النعمان بشير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول نبي إله لبان مقلي لا تصون صفوفكم ولا صفك نوات ثميسان صفك وات ثميسان او وات بوحينيسان او وات توسينيسان او اما سادة صفك سيم ويدان محو رب نكو عقابها هي لا يخالفن الله رب حوس ويدار او اسكر فن بين وجوهكم وجيالكين وجي اسكو عريسان او اسقون سنة
oon isu dulqaadanaynin oon israbin baa rabbi idinka dhigaya, waa cuquubo wey. Safka haddii la simi waayo oo salaada loo dadaali waayo, siyaasaddeenni baa hallaabaysa, dhaqankeenni baa kharrimaya, colaad baa abuurmi, ahlinimadii baa dhimani, walaalnimadii baa meesha ka bixi. Yacni waxyaabaha laysku ciqaabahay een qoonsannay een eednay waxyaaba yaryar baa ka mid ah oo idinka idinla fudud. Safkaha nabigu haddaad simi weydaan buuri wejigiinnaa iskhilaafi, dhabarkaad isu duwaysaan, jeegad iyo qadaadka iyo manaxdadaa laisu duwi, waa la kala dhiman. Waa cuquuba min allahi subxaanahu watacaala, muttafaqun calayh. Maxaan la eeday salaadii oo loo dadaali waayo safkeedii baa dhibkaa ka yimid. Meelo kalena u doonaynaa marka cudurkeenni dawadu waa in salaada loo dadaalo, ilaahay amarkiisa la qaato. وفي رواية لمسلم رواية مسلم أولي وحاكويمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كإلهي كان وحوءها يسوي كي سمو إكاية صفوفنا اللي من كان نقا صلاة أنه استاغنو نبيه السمجري أساق هاوشا قباني حتى كأنما إلى أدمودو صففكي يسوي إنو كسما يبها أيد القداح اللي باب جمع قدح ليبك توسن إلى قري إلى سسوبيي kurtunka iyo maroorta iyo muraarta laga saaray safkii ilaa aad moodo in leeb lagu toosanayo safka oo sidan ah in leeb lagu cabiri oo aaladi wax lagu cabiri lagu jaangooynayayba uu safku yahay ama safku siduu u toosan yahay waxaad moodaa leeb la qoodiyo oo la toosiyo labada macnaba waa la sheegaa xataa kaannamaa ilaa aad moodo yusawi inuu ku simahayo bihaa sufuufkii ama yusawa in lagu sameeyo bihaa sufuufti alqidaax جمع قدح وهو السهم والليبك ليبك القرحيه اللي توسيي ايه ان ميل قلع دلهين با لو جيده روايه قالوا حديث كولاي هي كان يسوي صفوفنا رسول الله كان نغو سمي جيري اذا قمنا للصلاه مركان صلاه دو استاغنو نبينا سمي جيري فاذا استوينا مركان سنانين سفي عن لينك او توسنو كبر نبي مركان سخرين جيري صلاه istow walaa takhtalifu iska galma wanaagsano isha waa in la mariyo dadka dambe la diro laynka la hubsado markaa kadib imaamku salaad inuu gala la doonayo xataa raa ilaahu nabigu maleeyey anna anagu qad caqalnaa canhu inaanu ka fahanay qad caqalnaa ay qad fahimnaa ilaahu nabigu maleeyey oo uu fahmay inaan fahanay oon qabanay cilmigaas ah sufuufta in la simo la toosiyo la buuxsho la dhammaystiro ayuu nabigu nasibi jiray ilaa uu nabigu u qaatay inaan fahanay oo sunnada aan xambaaray ayuu saa noogu dadaali jiray sidii leebka noo simahay uma intaa kadib kharaja yowman maalin buu nabigu soo baxay faqaama salaadii buu waa u istaagay xataa kaada ilaa uu sigay yukabbiru inuu xidho isku hallay nabigu isku halleeyey in ay fahmeen loo dadaalay la dhex maray la toosiyey idan saxaabadu hadda wixii la baro waa qaadan jireen فرأى وحو أرك النبي قاسو سي جيدا وصلاة دينو حدر ربا دبر كدن بوكا أركا يهدي وكين لها كو يشي صوبانو مكو سادو يستاقي فرأى رجلا بو أرك باديا وصوب حسن صدره الحبت كيسو من الصف اللين كي كسو بحسن ننقار كيسي أما حبت كيسي أما شف كيسي وكسو يعيا صفك سنا يو نبي أرك فرأى رجلا بو أرك باديا وموقضه صدره اللابتيس اي موقت من الصف كسو اي خارج جنب اي كدغنت بدو اصل كيس والظهور هنا لكن وحا لوجه جيدا انه كسبحي فقال وحور عباد الله اضومه الهي وعنان بدغا كسر صحابدي لا تصون ولا واثم ايسان صفوفكم ليمنك ان يزفكين او اما صلى يخالفن الله رب وحيس ويدارن اسكو دفن وي بين وجوهكم وجهين واقدم صحاب وحورن جيري نعمانه فرأيت الرجل منا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه أنا أنت وحي كدن به وحن أركي جريبه ومتكانو وككالكو قبانايا أدنك أدنك أنقو أنقو أو قبانايا قربكو قربكو أصاريا قربكا قربك لوغو قبان لوغا 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 أدنيا ملولب قربكي لوغي إلى أدنك وسي أنقو قيب على إصاريا saasal isku dhajinay waaga hore safka waa loo dadaali jiray markay saxwadu cusbayd safka toosintiisa iyo isku dhawaashihiisa iyo aad bay wahaabiyadu ugu fiicnaayeen beryahan dambe laakiin xoogo waxaa jira halow halow badan baa jira
halowhalow badan baa jiro oo howlihii hindida yaa inoo soo galay hawshaa la iska ilaaliyo hawshaasaa ku xiran. Idan haddii wejigu isweydaarto wejiga la ysiin waayo manaxada laysku duugo cadaa waa iman wey cadaab hadday timaadana birtaa layska aslahaya. Wixii yaareed markay diinteed ku tumataan dhibku idin geysan taasaa ka ugu yar. Hala midoobaa la yidhi midnimada baa diideen maxaad ka dhaxasheen laanlaankii maxaa laga dhaxlay warwada socda walaalo ahaada hal nadaamiyeesha waad iga diideen waagay halkaa id baa idhi qabta waad iga diideen labay gaadho war ka daaya maya hadda meeqa marayaan toddoba miya mise waa lix banaadirlan kow jubbaland labo haye koonfurland saddex hirshabeella afar arbaashi ka sugaysa puntland iisheeg galmudug shan puntland lix somalilan toddoba jigjigalandna ku dar sideed maxaa dhima jabuutiland jabuuti waa iloobay oo findadu meesha ka bilaabatayba ah ya garisalana taa waan ka cabsanayaa maxaan uga jeedaa markaad qaybsanteen qabyaaladii soomaalidu ay isku baabi'isay oo tii 91 ka daran baa soo laabatay miyaad aragteen waxaydan soo marin oon la arag oon la maqal social mediaha waxaa ila yaab badnayd gabadh kanada joogto ogaadeen ayaa waxay leedahay war la ii soo diray kulakiinada la ii sheegay ma aqaan marunba waxay tiri ogaadeen in la barto waa cibaado janna lagu galahayaa miyaad dhegaysatee ya baasha halkaasay marayso a meesha ugu yar nin walba abtirkiisa raadi wuxuu ahaan jiray raadi annagaa kan ah qabyaaladan 91-ka lasoo marin oo xilligii inasiyaad barre jirin oo xilligii aadan cadde jirin oo xilligii cabdirashiid jirin oo xataa xilligii janaal caydi cabdilla yuusuf jirin baa hadda socota dibu fiiriya social media waxa ka socda fiiriya cadaabka xagee ka yimid ya dadku labaa mideeya wixii gaalo ah waxaa mideeya qowmiyad wixii muslimna waxaa mideeya diin idinku qowmiyadda idama midayso haddaad soomaali tihiin he diinna idama mideeya maxaa idin mideeya qabyaalad qabiil maaha waa qabyaalad toban jeer baa idin sheegay qabiilku cudur kama qabo ee waxaan cudur ka qabaa qabyaalad waxaad ka dheeftaa waxbaa iga siinina warqabtaa idin 2006 waagay puntland maraysay iyo somaliland maraysay 2004 waa iga diidan wadaad waalan inta haddii la isku daayo yaad bura sidaan waxaa nadaama dunida ka jira oo dhan kontonka dowlada adduunka ka jira hal dowlad oo sharci kama jirto limaada innagu maynan dhisanina gaalaa inoo dhista saa ma ogtii hal nidaam ay muslimiintu dhisteen adduunka kama taagno adduunka iyo dowladaha la ictiraafsan yahay jamciyadda qurumaha ka dhexaysay ogoshay baan ka hadlayaa marka geel loo hasay goray u haystaa buudhi miyaad faantee waxaasoo dhan wax sharci ah kama jiro kow annagu maanan dhisanne gaalaa noo dhistay labo wax dan islaam ka shaqeeyana kuma jiro gaalaha noo yabyabeen hadday rabaane laakiin hadday danteen iyo dan islaam ka talinays maxaa inaga dhici lahaa culamo muslimiintu waxay ka hadleen hadday bulsho muslimu minority aqaliya dal gaala ku nooshahay waxaa waajib dhahay in qaadi ay muslimiinta yarka samaystaa qaadiga laakiin waxay dhahayn muslimiintu waa inay doortaan madaxweynaha gaalku hadduu inoo magacaabo ma ansaxaya yidhaahdee wadaadda maalikiya waxay ku baryootameen war xataa hadduu gaalku noo magacaabo laakiin aqaliyaddii muslimkeed ay ku qanacdo dantoodii diintooduna qaadiga uu ilaalinlayo waa qaadi sharci ah laakiin gaalku hadduu magacaabay dan islaamna uusan ka shaqayn oo gaalku iskaga adeeganayo weligii qaadi noqon maayo
annaguna maanan aasaasanin oo gaalaan noo aasaastay markii na dumiyeen oo dalka anaga dumiyeen oo dowladii dumiyeen reer galbeed faranji soo ma garanaysaan isticmaarka ayaa waxa noo sameeyey markuu hubsaday in wiilashiisu na xukumi karaan oo noo talin karaan buu naga tagay ayaxtag ee la reebo maqasheen ilaa uu hubsanayay inaan isdhiibnay oon jabnay oon gumownay oo daawo cilfu noo abuuray uu nagaga tagay ayna haysan karaa ilaa qiyaami saac ayuu faranji laabtay ilaahu naga soo gaadhaba mooye kii faranjigu noo yaabiba xataa haddaan iska yeeli lahayn dantaanada kuma maqlo muxuu ka shaqeeyaa dan gaalo ayuu ka shaqeeyaa salaadii ood safkeeda toosin weydeen baa rabbi idinku baabi'inayaa midnabada muslimiinta haddaad diideen he weligii waxba ka faa'iidi maysaan weligiin hadda ama laanlaanyo isku qaybiya ama qabaayaad isku qaybi idinka idin taalla naalin dhaweyd baa deeq waxbarasho la qaybiyey mid reer Puntland yaa wuxuu leeyahay deeqdii waxbarashee soomaaliyeed deeqdii waxbarashee haweeye wuu leeyahay xilligu farmaajo jooga deeq waxbarasho qowmiyad soomaali bay ahayd buuri hadda laakiin waa maxay waa deeq waxbarasho haweeye uu tiri kulaha waxay ahaayeen 150 miyahay min ii sheega wixii la qaybiyo isku dardar kulaha 90 haweeya la siiyey digli iyo marafle iyo dir iyo daarood oo dhan waxaa la isku siiyey 60 ma waxaasaa dowlad ah dowlad way tahay maxaysan ahayn dowladu diintu rabtay ilaahayna rabay ma aha tii daarood rabayna ma aha warkasoo in la cadeeyo maaha waxaa la yidhahdaa muxuu ahaa magaciisi way gaar baqan yahay yaxyo qaraabiyi alla weydiiyo nin hadlahay waa la yaab nin fartaad qaado waxaa lagu fiirinhayaa teleskoob teleskoob qabiil qabyaalad baa laga fiirinayaa haddaadu nin meel ka istaago si fiican u hadlo waxaa li ninku waayo waa nin hadal wanaagsan ninku waayo hadday gabadh hadal toosiso iyo si fiican ninku waayo gabadhu waayo wadaadu si fiican u khudbeeyo waa sheekh fiicane waayo laakiin reheba iga daaba kuleeh waa ku khasaaray miisaanka lood wadataan ma jiro waxay u baahan tahay marka cuqaasha iyo dheergaradka iyo duqeyda soomaali intay isu yimaadaan waxyaabahan oo dhan in la dumiyo la xaqo baldoos la mariyo ya ayaga beeremiya in fayoob uun la heli anaa ka mid ah tii la isu yimaado waxaan in laga tashado u baahan tahay sidan waxaad ku socotaan waad rugmanaysaan waxba idinka soo hadhi maayo wax idinka soo hadhi ma jiro haddaad dhaqaaqaysaan minjimini baa sii jeeda intaan lagu libdhin isdaba qabta waxaan yaal idinku lugaynin masaaladka la wada buuxaa safka hore qabyaalad iyo qurun baa idin wada buuxiyey ilaa man raxima rabbuhu gaalada hadda marku inaad fahanto ma baahna waa inay nagu soo duulaan bilaash baa taankiida loo soo kicin jiray iyo diyaaradii waxba maba loo baahnaba safarada inta laskaga yeedho duqey un xuguu shilima loo dhiba qabta hawshaa qabta maca salaama saas yeela hawshaa arrimiya hal shay oo go-aan soomaaliyeed ah oo geeska afrika ka jira ma jiraan diin bayuusan ahaani hal go-aan oo idinku aada leedihiin ood xor u tihiin oo fulin kartaan maba jiro marka maxaad ka nooshihiin markii intiina yararkii hadda soo kacay si laha waad fuyuudihin lahaa in 91kii duqeydii na aafiyey dhammaade mid indha beelay mid cutushiyey mid dhabarka ka jabay weeyo waa idanka leedeen aan lahayn kuwi yariraaba ka darayba oo baashi qabyaadi xiise u qaba duqeydiiba badaalay kuwi yararkaa mulayga ahaa een dhibkaaba soo arag baa maanta ka xiisa badan oo ka shida badan social media waxay ka dhigayaan qabyaalada markaad fiiriso marka qoom rogmaday un wey ilaahu noo gargaaro si reer banu israaiil noo naxariiso wanuriidu an namunna cala aladiina istudcifuu fi lard in ilaahay noo nagu qabto mayo wax idiin maqan ma jiro
calama idinka gal jacayl calama samaysatay ya qoys walba gal jacayl baad war iga raacay qoys walba oo taariikh diineed oo fiican lahaa gumaystan la soo dagaalamay Soomaaliya iyo Geeska Afrika waa lagu dulma gal jacayl ba kamida Sheikh Hassan Barsanay eedeen dhulkay dagaal dhulka ballaaran oo ka khayr badan ma jiro waa dhulka ugu wada xun wax gaar ma laha wax la gaarsi ila aadan cad ila yoomina hada wasida sallooga gal jacayl meesha laga baabiyay ma ogey waxay eedahayaan he halganki Sheikh Hassan Barsanay raxmatullahi ta'ala uu la galay talyaaniga ogaadeena wuxuu eedahayaa halkan in Cabdi Xasan maxaa loo qaybiyay in Itoobiya ka tur in Soomaaliya ka tur in Kenya ka tur kala googo la socda hawshaas kurdigu maxay eegadeen nimanka karaade kurdi qayb Ciraaq raaci qayb Iran raaci qayb Turkiya raaci qayb Suuriya raaci qabiil afar dowlad kala raaciyadu ma aragtay Salaxuddin Ayyubi eedan gaalow taariikh inay akhriyaan waydeen ogyihiin ama nagnag leeya ama indhaha idinka cadeeya iska ilaaliya diintan hiilay idinka baahan tahay ilaahay wuu hiilin karaa laakiin idinka idinku imtixaanayo walaw sha Allahu lan tasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd kullu rabbi hal marbu jibril ku qayli kara waxa la dhanba laakiin adiga diin sheeganayo iska dhigay awliya ilaahay oo sanka taagayo salaad isla qaluucinaya wax tar in wax qabata lagu fiirinaya diinka la kuma xabsan diinta ilaa wax kuma inuu diin go heeliyo inta aanad faantin bay la taay daasi khaldun fasirtaan laydin gaydin taalla Ayl Baraa ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu qala radiyallahu ta'ala anhu ma qala kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yatakhallalu as-safa nabigu safku dhaxul jiray takhallulku waa xulida falanqaynta yatakhallalu as-safa safku dhaxul jiray nabigu min naahiyatin da'al ila naahiyatin ila da'al gaggis gaggis nabigu dhax qaadaya safku dhax qaadaya asagii ba dhax qaaday subhanahu alayhi salatu wasalam hadadad madirsanay asagii dhax qaaday safka si loo simo yamsahu wuxuu gacanta nabigu marin jiray suuduna laabaha naga wa manaakibana garbaha naga garbuhu taabanay inuu siman yihiin laabtu inay siman tahay dib u baxay balow hor u soo baxad ugu way aqoon wuxuu oran jiray markuu sidaa sameynayo la takhtalifu hays dawa marina hays khilaafina laynka qalluucinina fa takhtalifa qulubukum marka laabinu is khilaafaan laabo hada is khilaafana wajiga is khilaafay wajwadu is khilaafana gacan qaad ba ku xiga wa kana yaqul wuxuu nabigu kula oran jiray calayhi salatu wasalam markuu sidaa falka hawsha diinad u taagan yahay inna allaha wa malaa'ikatahu ilahi malaa'iktiisu yusalluuna wa hay amaanan ala as-sufuf al-awwali saf ka hore saf saf ku horay rawu daud bisnad hasan marka saf ka hore soo buuxsha ku dadaala laynka hagaajiya bu nabigu in ilahi calayhi salatu wasalam wa an ibn umar radiyallahu ta'ala anhu ma anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala aqimu as-sufuf saf ka tusiya safka ooga oo hagaajiya waxaadu isku beega bayna almanaakib garbahna isku beego isku aadiya garabka garabka ku aadiyaan qalqalooc gelin safka wasuddu awdu oo buuxsha alkhalala meelaha daldalolkana buuxsha meesha dalolay nin geli karo intii la kala durko lagu buuxiyo meesha iska banaan lugaha la kala bixinay si neef geelo ka taaya la sabra bixidu joojiyo oo safka buuxsho oo isku dhawaada oo riixa isriixa وسد الخلل دلدلول كان اود وبوحش صفك مش ولين الدبع سناده مسلمين بايدي اخوانكم ولا له نجعمه ودا اذن سما هي غعنت اذن سما يس امام قد سو دقاق صفك سمي اما نين كلا بو صفك هاجاجين هاس ادكاين ان استوس او الدبع وكسو جيده راع هرو غال بخي راع قال لي حاده مرق يا لو غنغبن جقل كنين نين كان هو شقبان يا ودبع سناده راع ولينوا الدبع سناد استلعيه بايدي اخوانكم ولا لهن قعمهودنا كدبع سناد وهدي ان سميان ام ان توسينيان ام صف بوخين هيبل هلكا سو غلمايا الو غل ني ولب انتو ميل توريو صفكا كو عيارين ددك اديغاي غعنتودا ودبع سناد وي شبعي وحيد وحا كو دحي كرت لو جيدو انو غدال تاغن نينكل ادان وايون كو سو جيتو ارا aysa darrechini ta dil malaha dil ma amida ayada
meesha waxaa laga hadlayaa safka toosintiisi, safka hagaajintiisa, hawsha ku hawlle ee ku saabsan ninka haya u dabacsanaada. Walaa tadaruu, ha ka tagina furujaatin, meelo balbanaan, lishayaani jamcu furuja, meel banaan shaydaanka uga tagina. Waman wasala safan, saf ninkii xidhiiriye buuxiya, saf kala go'an oo dhexda banaan, meel baa ka banaan, nin walba gees buu iska istaagay, ninka meeshaa buuxiya. Waman wasala safan, saf ruuxii xidhiiriya oo kala go'an isku dhajiya, wasalahu llahu, ilaahay baa xidhiiriya, ama waa khabar ama waa ducu, ilaahay baa ilaahay ha xidhiiriyo. Waman qaطaca safan, layn ruuxii kala gooyana, qaطacahu llah, allah kala gooyo oo arrimiisa kala tuura, ama ilaahay ha kala gooyo. Rawahu abu daud bisnaadin saxiix. Waxaa ku yimid fi xadiis ibn cabaas cinda abi daud, khiyaarukum alyanukum manaakiba fi salaah, khiyaarukum alyanukum manaakiba fi salaah, waxaa idinku khayr badan kuwa u garba dabacsan salaada gudaheeda. Xataa markaynu wada tukanaynen safka aan buuxino, walaalkaaga muslimka kugu xiga garabka ha ku riixin, jiqlika ha ku qabani, iska dhuub, ilaali feeraha yadan ku dhufanin, isagoo soo sujuuda jiqlikaada yuusan wax yeelaynin, waa inaad xaqa ruuxa muslimka iska ilaaliso. Xadiidkuna shawaayid fara badan buu leh, macnaha tilmaamay. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم، صفكي نجين جما بوحشة بنيان مرصوص كدغا شمق كدغا، وقاربوا بينها صفوف اسكو دوي، صفك هورية كاللبادية كصدحادية كأفراد اسكو دوي، صف انتو هل كان استاغ منها هل كان استاغ لما أقول نمانكا لبا سجود دو دو إيا صفك كوبات عد به سوان اسكو آدنيه وحكم الله ده حيسين صفك وين لسكو دوي وقاربوا بينها اسكو دوي وحاذوا بالعناق لقنت اسكو بيغا حاذوا بالعناق لقنت اسكو بيغا او ما نينك دير هايس غاب يما مع لو جيدا لاين كو توسنا دا لغا ودا لقنت باب عيدي هاي هاش هاش دورتو وي دوك ما كيسمن يي لقنت اسكو بيغ ميس ninka horey soo baxay luqintiisa goobada leh ka kale toosan bay ku aaday wayskeeni baashu layn fiican bay noqonaysa ee maaha kii dheeraha isgaabiyo kii gaabnaana faraha fidooda ku istaaga ma hawshu muhiimaddu laynka simaa laga wadaa qole waxay leen waxaadu bil acnaaq waxaa laga wadaa yaan la kala dheeraanin oo saf hoose iyo saf koraan la noqon dhul simaha lagu wada tukado layn hoose mid halkaa ku tukanaya mid kasii koreeya baashan darajaadka isdaba fadhida hawlihi ahlu adduunyada weeye anagu baarlamaan meel fadhiya ma nihini saad baynu tukanaynaay si siman ha loo tukado meel siman ha lagu tukado kii la diiday imaamku inuu umadda ka sarreeya la diiday inay darowaca taba mooye waxaaduu isku beega bilacnaaqi luqumaha iyo qoorta isku beega fawaladii nafsii biyadihi allaha naftaydu gacantiisa ku jirta aan ku dhaartay inii la ara shayaana shayaanka baan u jeedo arkahaya yadkhulu soo galaya min khalal saf safka daldololkiisa kasoo galaya daf ka soo oranaya muxuu soo galaya inuu idin waswaasiyo rabaa muslimiintu waswaas ku furaya salaadda buu kaa waswaasi balaaya waxaa xusuuso waxaa kan weeye waxaa kan weeye wuxuu soo galaya oo kugu soo dhawaa inuu qalbiga daf yiraahdo balaaya kugu afufo kaannaha shayaadinta aad moodo alxadafu baraar aad moodo xadafku asalkiisu cinda alcarab inuu fasiri doone adhi yaman koonfurteeda ku dhaqmo gaag yaryar oo madmadow onsayn iyo dhaga midna lahayn ood moodayso un dabariyood iyo wax kale aad moodi yanyanidiis kaannaha shaydaanki fuxuusu nabigu tilmaamahaya kaannaha shayaadintu waxaad moodaa alxadaf inay baraarta say usoo baraarku moogta durba meel yar buu galaa meel adan ka dusigarin buu ka dusa xataa adoo caydhsanahay meel bay daf dhiya adan ka bixi karin hadhowna xataa adan kusoo celin karin say uga baxday maba taqaani cidhiidhiga meeshay ka baxday qabkay meel yar intay ka fiirsatay ka boodi adiguna xataa gacantaada uma gelin kartid marka shaydaanku waa sidaasoo kale meel yar adugu aad leedahay waa iska fiican tahay buu daf oranaya shimi ka dhiga dugsiiya salaada wey xadiisu saxiix rawahu abu daud biisnaadin calaa shardi muslim alxadafu waxaa weye bixaa'in muhmalatin wadaalin mucjama xaan dhibic lahayn iyo daal dhibic leh marka la akhriyo maftuuxatayn labadoo la kor dhabay xaad iyo daalkuba kor dhaban yihiin uma fa ay ka dambayso wahaya ghanamun waa adhi suudun madmadow sigaarun yaryar takuunu bilyamani yaman ahaata weliba waxaa intaa dheer sayn iyo dabana malaha dhagana waana dhaga guran iyo adhiga noocaas
يحذف كل ليلة. وعنه عن أنس بن رضي الله تعالى عنه قال أتم الصف المقدمة صف كهوري أول كما يستروا بوحي إلى أسجل لبوحيه صف لبضها بالعامين المسلمين ثم الذي يليه صف كحيقية لبات بوحشة إلى أتقى بوحسان كصد حديان لبالعامين فما كان من نقص وحي إسلمدة صفه ضبر مهيو دم مهيو فليكن في الصف المؤخر صف كالضنبها أهالو هذه صف أسن بوحسامين وكالقو آيو أما أسلم يكالضنبها أهالي صفه صف كهوري بوحشة. روى أبو داود بإسناد حسن وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت هو إذن وحيت لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته إلهي ملائكتيسو يصلون وحي أمانا على ميامن الصفوف صففك كوة ميدك تحيقة صفة ميدك تيسة قيبت ميدك ككوبات قيبت سميدك كلبات قيبت ميدك ميدك تيوة إمامك ميدك تسألو جدا إمامكم مركو تكاي ميدكتيس يا الله هالليا إن الله وملائكته يصلون وحي أمانان وودم الله وودم بدافع يا ملائكته ودم بدافع ربو الدين الزعماء والثناء على ميامن الصفوف جمع ميمنة مركوا صفوف كم ميدك لن كم ميدك. روى أبو داود بإسناد على شرط مسلم أبو داود باوري سنة شرط رجال مسلم أي كجران وفيه رجل سنة أبو داود حكجرانين مختلف لسكم من رافع عند علماء الحديث في توثيقه أي تعديل كما ثقة مسوى غير ثقة لسكم من رافع وحن وجدان إلا إذا معاوية بن هشام معاوية بن هشام باكوتشرة عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة وسند كحديثكم إنك أسا كوتشرة والرواية لا تفردي لفظا لا تفردي رواية سيدا أمرك رواية سيدنا أمرك وحاوي وذات كاسة لتفردي ابن حبان وصحيح يا له ابن حبان وصحيح يا له رواية أمرك سيدنا لكن سيدنا راجحة مصقن رواية ثانية رواية صقن وحاوي حديث عائشة كصقن إن الله وملائكته يصلون على الصفوف يصلون على الذين يصلون الصفوف عفوا إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف إلهي ملائكته وحي أمانا دم دافع الله ودم دافع ملائكته لإلهي نحرس أوه ويديسا ضدك حريرية صففك صففك كالقوان بوحية إسكو آدية أما سكا قلية أما هو بالله إنكرانه أديك يا أمدي بسكوها كاتشرية لفظك أسا صح من حديث عائشة إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف رواية صحة محايا لأنك لمعاون هشام وأن لسكو خلافة مثقة مزوى ضعيف لسكو خلافة توثيقي حتى هديل الرجح وحو خلافة من هو أوثق ومن هو أحفظ عبد الله بن وهب سعد بن هشام سفيان الثوري جماعة من الحفاظ بخلافة وحديث كقاته عن أسامة بن زيد الليثي عن عثمان بن عروة الزبير عن أبيه عروة بن عن عائشة كقات مركز بيهقي وحيد وشاذ لفظ دقان محفوظ كأ وحاوي على الذين يصلون الصفوف أساقنا لا تفرد لفظ دقان أساق وحكو رعينا متشره مركز نقد بيهقي أيا صحن لكنه هو شودي دنيا وحولي هاي خلاصة الأحكام كحكو يلي روى أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم وفيه رجل مختلف في توثيقه وصححه أبو القاسم الطبراني وأشار البيهقي إلى تضعيفه والمختار تصحيحه فلم يذكر بيهقي موسى شيئا ما يقتضي ضعفا سداسوي نووي دودي صوت مقليسا لكن هو شيئا بيهقي وحف ضعفك كان وحو شيئا بيهقي إن لفظك أن أولت فرذي معابة هشام أو خلافي رغو حفاظة كحبدا رواية السنة هدي اللي معاون هشام واثق اللي هذا وشاذة هدي اللي دواني ضعيفة ومنكرة بحيقه وشا وكتك تكيسة دي مقر إن سنة كيسموك وشا كهال لاي سيدي دوني بان نقوتي مركب نو رقبة لميض أو حافن حجر حديث كان لفظي سنة كيسوه تحسينية في فتح الباري
منذري باكه الرئي عبد العظيم المنذري كتاب الترغيب والترهيب أسنة سنة كوو تحسيني ابن حبان حديثك بصحيحي نوي هو شو وضع هو سلام ما رد بان أوجه الرئي أجن الدنبي لكن نقد جبهة قباس حن الصناعة الحديثة بها قباس كجر لمية نزفان وحديدنا هو أنت أه ما يامن الصفوف إما حديثك ما ديدني حديثك هو صحيح من صحيحك ياي إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف بصحيحك ياي إن لي إلهي ملائك سوحي أمانا أدعي أن تدك منك تكنت كذا ما أصحين لا يسوح في حديث بها قبان أخو قرر له سيدينا فانتين بان جعله. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله وحانو أيضا أنه كنتك النبي قداش أنه كنتك أنه أحببنا وحانو شعلان جري أن نكون إنا نوهن عن يمينه النبي مدك تيسة هذا النبي صلى الله عليه وسلم نصفك كحيقة آلهي نوافتيه وحانو شعلان رأينا مدك مره لماذا يقبل علينا بوجهي وجه سنة الله سوى قابله نبي مقصادة كبحه رأينا مدك بإسكره وجري نبي مكو سأسو سوري جنها يدك أوه الرأي وجيسو أو قبانا أيه تدك دنك مدي كتشري آي مركز دنبه نبي سوري يسيم مكس يوفر يسين جري وتدك سوى قابل جري وبيدح يمدك بوجيسو مركز وأسمية وحكي لي الربا وامحي وريق جهور نبي مدي تكسو وريق أيه وعركة هيا لا يمكن مدي بو إيش كله فنا يا وجي جاي فولك النبي محمدين مركز وربين ده كنور صدام بين ربار اللي مدة صلاة لوجه النبي كسي شيء ذي وجه النبي قواج علاه لكن مركز دم النبي وسلم قوفريزته ساس أسوق قابل يجري توس حق يمدك يبدح رأس النايل قل حدا ما النبي قن ساس ممكن سوبر يجري ساس أوفريزن يجري مسقنو وذا دام مران كقبا وش أيضا ورجع هرم وعي فسمعته يقول النبي قال أنا مقل مال مال ما هكمل السوق السر جي رب قيني عذابك يوم تبعث عبادك أو تجمع عبادك رواه مسلم رب قيني عذابك الله عذابك كذا يقدر دوره يجا إلالي يوما ما لن تبعث أتصور صاريس أو أما ستجمع أت كل من يس سكين يس عبادك أدوم مضاد قال يا مسلم ما لك من قيام الله سكوي ما نيو ما لك إله عباد بادي رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحول وسط الإمام وسد الخلل رواية البيهقي توسط الإمام وسط الإمام إمامك نحن كبيغا إمامك مركا الله ينقل إيسان وثلاثك إيسان لما مدوي إمامك تاغا إن أضوط ما دكاليغا هذا لنك مدك بادكي إستاغا والله سمي لما هداتين قدار بضب حيسان ضدك قدار كإيمان أي اللبا دا سكو حران أي وحاضر ربا سيطلان تالو أوسيمان إن يصفك بديح مدك وغمرا إنه صف قدرن أدرى هذا الله ما قاله قدرن أدرى هذا إمامك برتنكم ها جاجيو وسط الإمام إمامك وينه برتماك هذا صفك حقنا وينه أفده حقنا أفده سسي من لين يكال الضمبين يقروح يبلع بعض الرباعي لما الربع نقول بمجلس جيستاو وسط الإمام توسط الإمام والرواية باق الروايات إمامك رح حيستا هذان صفك استأجنو إمامك سو استأجل تجسوا هذا الرأي أنتو فيريو لين كبرتن كيسينو استأجوا إسكو آدي لين بلاه يدون كلين كأنو جيس كاسس كي استأجى ممنوع لين كيستعنا برتن كو استأجى توسط الإمامة هي وسط الإمامة إمامك رح دحات كو آدي وسد الخلل دل دلول كي ملها دل دلولنا بوحية أود راوب داود عند الطبراني في الأوسط وحاكوي مت وحديث كان وسط الإمامة وسد الثلمة لا يتخللها الشيطان وضعوا نعالكم بين أقدامكم حديث كان قيبتا دنبوا صحيح وسد الخلل شواهد فربضان بيلاذا من حديث ابن عمر ومن حديث أبي سعيد سد الخلل يدو وثابت ويسوغنتها نوونا وحوارك حديث كده سوغن يهي مقدمة وقصو الشيغي حديثا صحيحا اما حسنا اهين اهين سوغنين انو سن كتابك كوكينا ينين شردك اساقا صو الشيغي امامكو وحاكسو الرئي نو ابو داود حديث كان كوكينا سونا كيسا اونا نقدنين وحنا انك الشيغين فهو صالح او حسن عند ابي داود وعند النووي وذا دا وحكا الشيغو ضعيفي الامام الذهبي في المهذب وحكجيري سنده لين سند كيسوا ونقول لي هاي
ابن قطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام وحيولي وحديث ضعيفة. عبد الحق الإشبيلي وحيولي ليس بالقوي وإسناده ليس بالمشهور. عبد الحق الإشبيلي في أحكامه الوسطى إيه ابن قطان الفاسي إذا هبيبا فربي كقودين أبو داود ينوينا وحوجينا يان حديثك صابكنا وحاوي. وذاد يحيى بن بشير ليدا هذا ابن خلاد عن أمي يهويدي با كتشرة. يحيى بن بشير ابن خلاد عن أمه يا كتشرة. يحيى بن خلاد يهويدي با وح توثيقيه أو معتبرة متشره ويل يهويدي وطبقة سرأه نو أبو داود لسعودية وأركار. وبالتالي سيدا حديثك قوة المام هي يسالك وكل رقمين إن إمامك الله برطما يستو رحضا اللي قوة آديو نقول أورنجري إبراهيم النخعي وأبو داود كسو قوري سنن كيسا رواية من العرابي إن أورنجري مبنى الصف قصد الإمام صفك وحالك قد يساو الله قبل الله با إمامك برطن كيسا. ورواية أبو داود في السنن رواية ابن أبي شيبة مبتدأ الإمام مبتدأ الصف عفو مبتدأ الصف مبتدأ الصف وحاوي قصد الإمام إمام كبرتن إمام كبرتن يا حق حق الله كلا شيء حيني أصدق الله قبل الله بيا ساس الله كلا بحاجة أسلوبي أنشح على الربا قروح سن فرشح كاس الله بعيا إبراهيم النخعي سنة كاس وكاس وغني هاي وسنة صحيحة وحاسون الله ميدو صاحبك حسن البصري أبو سعيد أسلوب حورنجل إذا جاء أحدكم متكين هدو يمادو وقد تم الصف صفك أبو حسامي فليقم بحذاء الإمام صفك أبو حاتم إمامك سعادة وقال صفك أبو حا وثوي سيستي صفك حكتك بالله بعضو من قيس قادة سكريس داقة من سكريس مايا إمامك قادات كسادة كوا الدنيس دلك كوي يمادوك كالي مدن مدك هكامر من البدح صلى الله عليه وسلم ورسمه هيا اللين إلى صفك السنادو إمامك الله برطميستو تابعين تونس دا سيفدوون جيرين حديث كان ضعف قال له وشي بانا أصل مسألة دو رجع أبو داود يو نو إنودا ما دام يسلف كل رقم وفائدة مهم جدا مسألة دا فقهاء وأنت بدن كما هضلان وأنا مسألة مهمة صفك حق الله قد يسا حق الله قبل الله وهورنا يسلف كل كتب فروع الفقهية أنا أذكرها توا نادر مرمر بيسوق هذا آداب تصادمك يا الله ينصفوفت تابعون تونا ساسوق هذا الحديث كاسنا وبكون يمد سأول السعودة إن شاء الله. باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما بينهما وحبابي هاي فضل بكون يمد سنوين ك راتبة ركن ك راتبة وحى أنك ركن كون نقانيو سلاها سنة كو ركن وصلاة الراعي كو ركن ومرمر عاجرة صلاة العيدين يسسقها يقصوف كيو وصلاة قنون ركن هاي كون واجوك تمان والباء وصلاة الراعي أمان راعين فضل السنن الراتبة صلاة ركن كفضل قدب باب هاي ومع الفرائض صلاة فرض كالراعي جري وبيان أقلها السنن كالرواتب تأه إلا عضي انت أغير وأكمل انت أغير ما يسترن وما بينهم أنت ورد حيسير درجة الضحاء إن أقل الله إن أكمل الله. عن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب قال رضي الله تعالى عنه هو يد أم حبيبة يا أبو سفيان بدوا صحابي قال وحيت أم حبيبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي محمد ولا بان مغلما من عبد مسلم أدور مسلم مجر يصلي لله ألا أتك يصلي لله وأشرد إلهي درتي أتك ريه كل يوم مالين كستا ثنتي عشرة ركعة لبيو تمرق عدود كواس وتطوع عن سنة غير الفريضة سفرت كأن أهين لبيو تمرق عدود أو سنة أو واجب أهين أدون تكذا مجرو مالين والبا كل يوم إلا أدون كهدو جرو لبيو تمرق عدود سنة تكنية بنى الله له بيتا في الجنة إلهي با جنة قرء وقدسة أو ما صنبه حيري إلا بني الله حلو نسهايا بيت في الجنة جنة الباب قول لغا نسهايا لبيت رعو سنة درجي أجر بدنا واتكهلي قولي جنة والله قدسي صلاة فرض كان ويكو إلى الحين سومرين ويكو لما يستري والدفاع إذن فضلك هو الله شيء صلاة سنة الرواتب تأها لكن إلا تريو باقود من
وعن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صليت مع رسول الله رسول الله بان لتك ركعتين قبل الظهر ركعتين سنة وظهر كهرية وركعتين بعدها إيا لبا ظهر كدنبية وركعتين بعد الجمعة إيا لبا صلاة الجمعة كدنبية وركعتين بعد المغرب إيا لبا صلاة المغرب كدنبية وركعتين بعد العشاء إيا لبا ركعة كدنبية عشاء متفق عليه زاد البخاري وركعتين قبل الصبح لبي تبنك ودني سمدن لبا ركعة ظهر كدم كهر يلا بكا دم بيس وا افر لبا جمعة كدم بيس وا لح لبا مغرب ك كدم بيس وا سديد لبا عشاء كدم بيس وا طبعا مع قدمن لبا ركعة صلاة الصبح كهر وا طبعا لبي تبنك وايسا لبي تبنك لسكم وافقين ان انت يهيد قل يا وحي لبي تبنك حسوق الهاية هذا واجب بريبة لبيت تبرك عوض صلاة برقنا تكذو كور صلاة برقنا ما تقنن صلاة الضحى لبيت تموي سوق ليس إلا واجب بريبة أما الرواتب تكفسر أما الضحى تكفسر ولا يسب ملا أجرك وذليس لبيت تبرك رعادات الجنة الوجود ساي لكن وحلو بدنا هاي إن الرواتب تأيه طيب هذه أتكسر تميش ركعتين ك إيه بعد الجمعة اللي دور بالشيغي أفر بدور كور مرنيس لبنا ويكدم بينيس ميغي يكون نغني لبنا يتم كساس سكينيس خلافات بأس كجير جرة طيب لكن أنا كنت ديست حديثكم حفصة إيه حديثكي إيه أنس بعد إيكيم عمر بعد بأوففاين هذا آين هاي النبأ وعن عبد الله المغفل المزري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل آذانين اللي بدي آذان بوحاول حيث صلاة ننك تخير دوني آذان كست يأقمت كست رحضة صلاة بوك الشنكرة بين كل آذانين صلاة أي صلاة راتبة لوجيدة مركا دا صلاة راتبة لوجيدة وعام مخصوصة محايا لي جمعة أيضو محايا لي داي جمعة سنة ما لها قبلية معي لمرك لا آذام ما إمامك خطبة بالله بيا ولا آذام فرق وان سنة يسن ما يا لكن مرك مسألة كتماتو أنتو إمامك أن أنك خط بيننا أن لقى آذام وحي ربك هو قدر إسكتك السنة المطلقة الليل هذا أفر سديد لبيه طبعا إسكوت أنت تكفر دين لإذا هم ممزل هاي هذا القرآن بدون آخر هذا القرآن إن أما صلي قادم دلدلينين صلاة وط إلى إمامك وكو إمان هاي بين كل آذانين لبدي آذان وأقيم دي آذانك صلاة صلاة بأورد حيث الراتبة بين كل آذانين صلاة بين كل آذانين صلاة قال في الثالثة مركز صدح النبي وحويري لمن شاء روح الدنيا وترته واجب ما لمن شاء وأقيده نبي قادو سيدا يجاهد واجب الله أركي لها وساكد إلا قعول لمن شاء نك خير دونه يصوح وحبطنية ويا الله سنة ياوي نينك آن ربين واجبكم أها متفق عليه المراد بالأذانين الأذان والإقامة الأذان والإقامة أذانك وصلاة الله دخل الله يا رأي متك الله قاله باب تأكيد ركعتي سنة الصبح إن لا أتكيو لدوشيو ركعتين كصلاة الصبح راعة يكهر ريال لبضاء النبي قولي قوسن كتاقين عليه الصلاة والسلام سيدنا حسن البصري الأورنجري وواجب حسن البصري أنتو لي يا أبي أنتو النبي ركعتين كهر لي يوحوي للسنة وما واجبوي صلاة الصبح نينك تكون أيه وإنو ركعتين كهر تكدو هدو كتاقنا واجب بكتاق الأورنجري يعني وي علوسي النبي قابا قال دون فيري هذا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وحاسو بنو لا يدعو أربعا قبل الظهر أفر رجع ذو الظهر ككهر رئيس النبي ولي كما تجنبت وهذو النبي جو نجية هاي لا صح ومركز مسافر كأي هذو مسافر هاي النبي جو ولي جي سنة راتبة مت كنن إلا ركعتي الفجر لا صح ورك أيضا سنة راتبة ظهر عصر عشاء مغرب مت كن جن سبحانه صلى الله عليه وسلم لكن ركعتين كفجر ككهر رية صلاة الصبح كهر رية ولي كمتق لا في حضر ولا سفر الله حقك يا سيدنا حسن البسر انه يجاهده وهو واجب
أما ظهر كأسوق ركعة أربعة كان لا يدعو أربعة قبل الظهر أفرت ظهر كنا بيقول تكنجر ظهر كهرتي وحاول أكسنه الصناعة إن أتحيات حلويين أفر أسكوب بحسه هل أتحيات على الربا صلاة الليل مثنى مفهوم كيدو صلاة النهار الله بالله ما هو أفر إيو سيد سيد بسرعة حديثك علي وأنا عضيني صلاة هذه أفرتها مالنا أي دعيسو سيد الظهر كي عسك اللومتو كده والسكوب بحياه حيثكم مسلمة عديك يا علي بقى ميات فانتي رقعتك واد استاقي طلبات واد استاقي تصدحات واد استاقي مركة قدام بيسات جلب كالله بيس أفرق عضوط أوله هلا تحيات سلاسة سنة الله سعودة أفر عصر كسو هذا تكون واسدة أفر دورك قدام بيسوح هذا تكون واسدة هدي لكن آد كلا قويسو ومسالة كلا وحان كهلا ومركة حريرسو سيد الدورك تكون بيسمح تكون إيسا سكد وانو هلا تحيات لي وركعتين قبل الغداء ركعتين كهر يا صبح النبي كما تجرين ولقي تنوى وعام محفوظة كما تجرين لا في حضر ولا سفر صعدالي النجاد نجاش نجاد من كما تجرين دو صعدالي دون النبي النجاد بقى مرنا كما تجرين لكن دور قوائدين شيوخ وامرك النبي والنجية هي سفر وسنكتشرين رواه البخاري وعنها هذه صلاة سفر لو جابيو هي هذه مطر لو جمعيو هي هذه حنون لسوق كينو هي هذه استحاضة لسوق كينو بقى صلاة دي أصل غير مر بهذه لا جابش أما الله جمعيو إلا صلنا استلمه وقوله مغرب الروب أنا قبطي إمامك إنه جمعي صلاة دي قال يا صلنا المغرب يستجيب الأركيس قرينا لا هذا ربا دي نمي وعزوه صلاة النبي بس هو كن دروي وعشية ما نسرع لنا نيجي هقول كلا وضع حقها هذا سيدا صح صلاة هذه لا جاب فيها هذه لا جمعيه لا سنة بعدها ولا قبلها آداب الإسلام كي السنن كهلا إلى وعنها قالت هو إذا وحيد جلي لم يكن النبي نبي ما أهين عليه الصلاة والسلام على شيء من النوافل صلاة سنوين ككمد على شيء أي على صلاة من النوافل صلاة كمدة سنوين كجمع نافلة أشد مدرا تعاهدا حق إلى لنت يدور تعاهدا أي محافظة بلوجد المعادة المحافظة هنا تعاهدا إلى لنت يدور الدور منه شيء حق يس على ركعة الفجر نبي قصده الله بارك عود الفجر كأول دورة أو إلى ليه أو ما إلى لنترين سنة كلا عند أنك زوج النبي يقول لك بمسكت جناتي يقول لك بمسكت متفقون عليه مركز على جودة دهلو حتى هذا حيل الدم بس هو كعضه هكذا تجيد حتى هذا النبي هو أسوق السفر وده علي صلاة أي 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 هردت نافسه مركو تكنى الصبح وكور من إنتري رجعت الفجر بتكنى مركز وضنا صلاة الصبح تكنى وعنها رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر ركعة الفجر ركعة لبارك على الفجر كهرية خير من الدنيا وما فيها خير من الدنيا الدنيا وكخير بدنيهن وكوناكسنيهن وما فيها وحي الدنيا دحيا لهم مطاعي هؤلاء الدنيا خير عن شغل كل هاي كتابك القرآن كي ذكر على جماعه الله وعلى جهل الله يا هؤلاء الدنيا حولها اي عرورت اي مال كان اي دارهن اي وحاس درجتين الدنيا الله شيء كانوا اي ركعتين كان فجر كخير بدن مركها فوضى سانينا رواه مسلم وفي رواية وحاكيم لهما لبدر حق عدود أي أحب إلي أنا وأن كتش على هاي من الدنيا جميعا الدنيا رمبا الدنيا إذا الكيد لبدر حق عدود بأن كتش على معي إلي شيء أنت أتقرن يساد قيمة يساه لبحن ما نقول نمبا لحك الرتاء صلاة معناها إليه ده يوحي كوكو فرده يوحي آخر كتري ninkii garanaya ku dadaala ninkii caada u tahay waa la iska tukay dadka iska raac asagoo hadda dunida shilankaasa ayaa 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 atiisa qiimo kule ya ha dibadu noqotay
dibad u noqotay dhimbala duxada ama afar bar isku raaci ama laba laba isku raaci laakiin ruuxan ka hadlay marka salaada afar isku raaciiso waxa sunnadu tahay in hal ihtiyaad loo yeelo وعن ابي عبد الله بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه مؤذن النبي محمد عليه الصلاه والسلام سفرا وحضرا ومن القدماء ددك اور اسلامي دينك لو دبي لرفاديه سيدنا عمر وكو دارن جيري سيد دينك لو دبي بلال لو دبي ما جرو دي جيري الا رسول الله رسولك النبي محمد مويه اد بو جعلا نبي محمد بو ادم جرى هذو النبي النقي هي اي هذو سفر يهايبا ولغي كما هارين dagaal dhacay intay muslimiintu joogeen oo waligaa kama harin shahid al mashahid kullaha badran wa uhudan wal khandaq nabi maxamed oo meel u dhaqay kaba harin bilal wa taqanan maadig nabi maxamed buu abubakar khilaafadiisii laba sano iyo barki uu aadami jiray waxa abubakar ka dambeeyay inuu aadami wa diiday oo joojiyay sham markuu nabigu dhintay madina uu ka tagay sham oo halgan ka socday jihad buu aaday wa mata fi sham su wahal gamayay ku dhintay ma kuuna ku dhashay qabiil ku ahmiya booran buu aha da ka fowey baal habashi somali buu aha laano nimanka habashada loo oran jiray ee bilaadul carab iyo xijaaz joogay ee madiniya maka ku noolaa tilmaamahooda markaad fiiriso soomaalida la tilmaamaya ama cafarta ama eritriyaanka nimanka cafarta danaaqisha loo yaqaan danaaqil danaaqil baa fi taariikh alcarabi loo yaqaana ee hadda soomaalidu islaynayaan dad dhuuban oo madmadow oo xoog badan oo timo jilicsan baa la tilmaamaya oo san dhuuban idinku xabasha dad maqashaan sambagaf baad soo dhiganaysaan ma aha aakhriya taariikhda walyaa waxay leeyihiin soomaali bay ahaayeen dadkaas niman madmadoo dhuudhuuban oo geela jecel oo dagaalyahana ah oo geesiyaal ah qolyahan alxabashada u taqaana waa fulayaba reer baqadheeraa la yidhaahdaa marka haddayna dhaafaana booran baan u daynayna bila hadduu na dhaafana booran ha qaatee booran ma soomaali soo maahayo laftirkooda ya booro soo niman dira ma abu maxamed soo niman dira ma diin waa taay booran cali baa la yidhahdaa anagu kulli waan u abtirinaa booran cali waa niman dira war cadaaday miyaaydinkeenayba bilaal marka suu adaamahayay markuu nabigu dhintay shaam buu u guuray halgankaasuu raacay halkaasuu ku geeriyooday sayidina cumar waaguu shaam yimid ee baytulmaqdis furihiisa uu la wareegay ee shaam uu maray yay saxaabadu waxay ku codsadeen amiirkii baa yimide noo aadan maanta sayidina cumar ku soo dhowee bilaalow maalinkaasuu aadaamay taabicigu wuxuu yidhi maalin ka baroor badnayd weligay ma arag markuu aadaamay saxaabadii oo dhan ansaar muhaajiriin taabiciinta kulli waa la ilmeeyey hal aadaankan waa aadaankan maqli jiray waagu noolaa nabiyulaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam haddana waxaa ku xigay waa uu soo xajiyey oo madiinta rasuulilaahi u yimid yaa waa xilligii sayidina khilaafadiisi cumar inuu cumaan ama khilaafadii cumaan wey 18 ama 20 meelaasuu dhintaaso ayuu soo xajiyey ama soo booqday xijaaz madiinuu yimid markaasay saxaabadii wixii ka noolaa iyo taabiciinta ku dhaarteen inuu maanta u aadaamo qabriga nabi maxamed baad joogtaa masjidkiisa noo aadaan baa la yidhi aadaankii buu bilaabay wuu dhammaystiri waayey majl bukaa markuu dhammaystiri waaye baa laga daayay nin noocaas u ahaa bilaal warkiisa waad haysaan muaadun rasuul sal alla slam innahu aataa annahu aataa rasuul llah rasuulka ilaahay buu u yimid liyu'dinahu suu ogeysiiyo bisalaati alghadaati salaadi subax inay gashay markuu aadaamo oo aqiimadu ay dhowdahay ayuu nabigu u iman jiray nabi allow salaadii waa joogaay waan aqiimi hadda kaalina tuji liyuudinahu suu ogeysiiyo bisalaati alghadaa salaadii subax fashaqalat caaishatu caaisha mashquuliso hawlisay bilaalan
سيدنا بلال بأمر أرين بيكون مشغول السألات عنه أي وديسي مركو بلال سوء استغى يدارتين ونبقى ربقنا وشعقه يهول أي حاجة إلى هيد بيكالها هذا مركو أبيهد بحرية هذه وعتيق أبي بكر سيدنا بلال وذكرنا إيسا سيدنا أعتق سيدنا وكيس حاول ورنجرين واسكا نقب واسكا نقب حريي مركو دانا إلى هيد بيكالها هذا شيء ويديسي مركو وحرميي وهو يدين نبقنا إنه توسي الربا النبي يقول إنه هو شيء قربه حتى أصبح جدا إلى افتين كسيف في عنه عذابه سوى النبي يقول سوى قارن إنه شيء بيع عايشة نحلو وقب حضي أول بيكلا هذا شيء حاجة ويديسي أنتوا أيضا هو شيء ذكلا هلا يه وشيء جاي وحجر وحبيك ورئيس طي يا وقت ودير هذا فقام بلال بلال باستأجمرك عايشة هو شيء ذكلا ما يفأذنه بالصلاة صلاة النبي يقول قيسي وتابع أذانه أذان كسنا واسي وطي صلاة النبي هو جوكتابوري وانا دقاقي مركا فلم يخرج رسول الله رسولك الله مصبحين فلما خرج مركو صبح يصوبنه صلى بالناس ومدبو تجيه فأخبره وحقوشه بلال بعذر دارانيا إلا سيدنا رقنا ما هنجرني أن عائشة عائشة شغلته أن يكون مشغول بأمر أرن حاجة سألته النبي سألته أي ويديسي عنه حقيسة سألته بلال بيوديس عنه سألته بلال بيودي سوي عنه عن الأمر حتى أصبح جدا إلى افتنك عدادي وأنه أبطأ عليه بالخروج نبي الله أدونا وتصد هذه بول أنونا أمنا عائشة هل يقوم مشغول سي أدونا حيوه وتصد هذه لا بأس أسكت درم هذه صلاة وعدادي بول وأنه أبطأ سبحانه هو يرد ابن عي عليه على بال بخروج صبحتان فلم فقال النبي حوري فقال يعني النبي نبي حوري اني كنت ركعت ركعتي الفجر وحانت كان ركعتين كي فجرك واحد ايتيك ست وحاوي ركعتين كي فجر كنت كنن بان تكني فقال حوري يا رسول الله رسولك الهي وهدي ركعتين فجر صلاه عضاتي انت اسكدي سمحندوت جويدي إنك أصبحت جدا آد بدوات برستواجي افتنك آد بو عداضي بمعنى وحو باقها يا ركعتين مركز والنبي الله والإسكدا يا يو باقها يا فقال النبي بحولي لو أصبحت هدان وابرسا لها أكثر مما أصبحت إنت وابرست إن كبضا لركعتهما واتكن لركعتين كفجرك وأحسنتهما وانا قرحن لها وأحسنتهما وانا وناجن لها وأجملتهما وانا قرحن لها وابل لها ركعتين بلان او دير او ركعت سيدي اه او وناكسن او قروح سنبتو كان لا روى ابو داود بإسناد حسن ابو داود بإسناد حسن كوري وكذلك قال في خلاصة الاحكام سيدة سكوي الرقم كنت ضوابه لسكاشن احمد نحديد كواري بركونا انقطع بيك الا ينحديد كو تابعي كقضان بلال ييدها انك وحوك امك الحافظك كمدة لكن سيدة امري بيهقي اي ذهبي اي مرين ينوي يو أبو سليمان أو عفوا أبو بكر سليمان بن داود أسجستاني بين كود دين إنه حديثك حسن يا انقطعنا أوسن جل الله سبحانه وتعالى على وحنا توصى يا حديثك كوعدي هاي دلال كديرات كأن بيقو سينا يركعتين كفجر كأيون والسنة بقى وقت تجين وقتها ما عضاده أما يوصل عضاني